صبا إبراهيم ممثلة سينما لو ممثلة تلفزيون؟ أنا اللي أشعر به أنه أنت تشوفين نفسك سينمائية أكثر ما تشوفين نفسك تلفزيونية. صراحة أنا أعتبر الدراما استهلاك، أنا السينما عشقي. يعني الدراما أوكي اشتغلنا هواي، وبعدين لدرجة أنا السنة اللي راحت أكو نصوص رجعتها. تتقبلين النقد؟ أكيد دائماً؟ الحمد لله النقد اللي يجيني كله بفائدة. يعني ما حسيت في اليوم يعني انتقدوني بتجريح، محظوظة. يعني أنا مرات أشوف مثلا هسا تعرف إحنا العصر الجديد والحديث السوشيال ميديا، مرات أقول إذا يعني مثلا 70 أو 100 تعليق إيجابي، شنو الضرر إذا 4 5 10 كم شخصية تعبر بطريقة سلبية؟ شو تتعاملين وياهم؟ بلوك. أنا قدام ده أقول لك آخر مرحلة. لا الشيء اللي يجيني فائدة مغثة تجيب لي أساس فائدة، هذا مبدئي بالحياة، خلص التجاهل هذا ما يناسبني. فجبناها إنه سينما هاي، والممثل طبعاً أنا اشتغلت مسرح، الممثل لازم يكون ملم بالكل وما يحدد نفسه، بالتالي حتى ما يبين إنه يمكن أنا أعتقد إن الناس القلائل اللي توفقوا إنه هي تشتغل مسرح وبعدين انتقلت لدراما وبعدين قادرة على أن يكون أدائي سينمائي. يعني يا سيدتي انت ضعيفه بالمسرح، نقطه على السطر. لا اتحداك، لا اكو ناس مش محدوده. لا محدوده واحد. كم عمل عندك؟ وضعيف واحد، لانه اكو اساتذه اذا يسمعوك ما يقبلون. كم عمل عندك؟ لان انا بتمسرح. كم عمل عندك؟ عندي اشتغلت انا من صغيره اعمال كثيره، واخر عمل 2013. 2 لو اكثر؟ لا 5 7 8. والآن راجعة مسرح بقوة، ويعني راح أجاوبك على هذا كلامك، راح أدز لك دعوة تجي للمسرح إن شاء الله. إن شاء الله مع كبار. عطائي صار أكثر بسنوات الأخيرة للدراما، يعني الناس يردوني شو أسوي. زين يعني يريدوش له هو هذا الماشي، هذا الشغل، إحنا نريد نشتغل حتى بالتالي مسؤولين من بيت، مسؤولين. لا ما تنطبق علي. أنا شوف ردود أفعالي نفسها هي بالحقيقة وبالتلفزيون وبال، يعني مرات يوقفونا ست ما شفناك، ما اقدر اقعد اشرح له اقول له 4 اعمال مراجعه واشتغلت بس عمل واحد.